اهلا بيكم. هنتكلم النهارده بخصوص كل اخبار نادي الزمالك وكل حاجه حصلت جوه نادي الزمالك. وعلى خبر جديد وخبر مهم جدا، زي ما شفتوا الاهلي، النادي الاهلي في الفتره السابقه دي كان بيفاوض اشرف عفوا كان بيفاوض احمد رفعت لاعب نادي الزمالك السابق، ويعني نادي الزمالك برضو بيقول ان هو ان شاء الله عايز يجيب احمد رفعت. يعني زي ما شفتوا النادي الاهلي اول ما بيكون في نادي الزمالك عايز يجيب صفقه او اي حاجه كتدعيم للنادي او تدعيم للفريق، فالنادي الاهلي بيكون عايز برضه يجيب نفس الصفقه دي. ما يعني مع ان النادي الاهلي عنده صفقات كتير وعنده بعض عنده لعيبه كتير بدله وعنده لعيبه كتير ما بيلعبهاش، مع انه يعني عنده مراكز كتير وعنده لاعبين كتير في المراكز بتاعتهم الاساسيه. فيعني الاهلي بيفاوض احمد رفعت، وبرضه المستشار مرتضى منصور بيقول ان شاء الله بعد دخوله الانتخابات، وبعد لو نجح ان شاء الله في الانتخابات، اول ما يعود ان شاء الله لنادي الزمالك بعد نجاحهم في الانتخابات هيجيب احمد رفعت لاعب نادي الزمالك السابق. وبكده تبقى انتهت اخبارنا النهارده. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو عشان نوصل لاكبر عدد من جمهور الزمالك. شكرا.